أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا منع الرجل زوجته من أداء فريضة الحج، فهل تطيعه في ذلك أو لا؟ إذا تيسر لها حج الفريضة فليس لزوجها أن يمنعها، كما أنه لا يمنعها من الصلاة الفريضة، فلا يمنعها أيضا من الحج، لا يمنعها من الواجب، من أداء الواجب عليها. نعم.